ايوه يعني دلوقتي انطق معايا. اعملي لي الصح. مين اللي قتل حمزه؟ يا وحشي طعنا في قلبه برمحن في غزوه احد. مات فين يعني؟ في غزوه احد. امين الكلام يا ريس. وعلى فكره ايه؟ هتلاقي الثمن دين بس ترميد. اه 90% طب الدراسات ترميد. سيدنا نوح يضا كانت دعوته استمر كام سنه؟ انت هتاكل على عينك. الصراحه انا مش. نعم. 4 سنين. 4 سنين ليه يا عم؟ ارحم ابونا. 400 سنه يا عم يا ابني. 40 سنه يا 40 كم سنه ده؟ مش عارفها دي بقى. 800 ولا 900 ولا 950؟ 800 ولا 900 ولا 950. نهار ابوك اخضر، نار ابوك. 900 ايه بخير الامور الوسط. 950 يا اخويا. 950 950. طب ماشي يا سمير، انت كده خلي بالك، انت كده تقلقني مذاكرتك دي. يعني انا بجاوب على كل صح جيت عند دي، والوحيده اللي مش عارفه. القوم المكذبين لسيدنا نوح جرى لهم ايه؟ الايه؟ الناس المكذبين. ما تغرق بايه؟ تعالى لي كده. بالمياه. اسمه الطوفان. الطوفان. اسمه الطوفان يا ابن الكلب. اسمه الطوفان. بالطوفان. ماتوا بالمياه في ايه؟ جالهم زغطة وهم بيشربوا. الطوفان خدهم. ها قول لي. سيدنا نوح. ماله؟ سورة سيدنا نوح في القرآن نزلت فين؟ في مكة. عديت منها دي. بس في حاجات. متى اسلم حمزه؟ ها السنه كام من الهجره؟ السنه كام للبعثه؟ ما تبصش. ما مش شايفها. ما تبصش. ما مش شايفها. اما انت حللها ازاي يا اخويا في التدريبات؟ ها ده خط مستر خير. وانا مالي، هو بيكتب لك بيحل لك؟ ها ما تبصش عشان انا حاطط كوعي ومش هشيله. مش جاي. مش اقطع. بس انا مش فاكره. امتى يا ده اسلم؟ يا اسلم في سنه كام؟ السنه كام من البعثه؟ بعثه؟ يداوي. سنه كام؟ معرفش. ما تعرفش. السنه السادسه. السنه السادسه يا ابو جهل. يا فين اصلا؟ قتل كام مشرك قبل ما حبش يقتله؟ اوعى. 30. يعني ايه 30؟ يعني 30 واحد. 30 راجل. 30 واحد. قولي الفلك اللي صنعه سيدنا نوح كان مصنوع من ايه؟ هو ايه؟ الفلك. الفلك ده بس انا ابوك مش عارف يعني ايه فلك اصلا. من خشب. سفينه. ما هي السفينه دي اسمها فلك البحر. فلك. ما انا ما اعرفش، انت لسه قايل يا سنه سودا. ما بيدرسوها لك ايه؟ سفينة. سفينة. طب لا مؤاخذة يا حبيبي، السفينة بتاعت سيدنا نوح كانت مصنوعة من ايه؟ خشب الطبيعي كده. عادي دقدق وخشب. عادي دقدق وخشب. طريقتكم عايزة في المذاكرة عجباني. طيب. مش جاب خشب وقعد يدقدقه بالشاكوش؟ لا. وبقت سفينة وركب عليها ومشي. ايوه. اسم الجزيرة اللي راح لها الناس الصالحة عشان تدعو للإسلام فيها اللي كانوا بيعبدوا الشمس كانت جزيرة ايه؟ وفين؟ كان في المحيط الهندي. ايوه. وكانت جزيره باكنتاج. باكنتاج. باتناج. ميكيتوكو. ميكيتوكو. مش فاكر. بنوتوكو. مش فاكر. يا ابن ده انت ليلتك بيضة. استنى. ايه النبي؟ انا عارف كل ده. انت جاي عند سؤال مش عارفه. انت يومك ابيض. مش عارف حاجات كتير اهو. اهم جزيرة ايه؟ ما تبصش. تسمى جزيرة الارجوان. الارجوان. الناس هناك كانت بتعبد ايه؟ الشمس. ارجوان. طب والناس اللي كانت على عصر سيدنا نوح كانت بتعبد ايه؟ الاصنام. طيب ودلوقتي الناس بتعبد ايه؟ ربنا. جدع. اهو كده انا حاسس ان انت هتنجح يا سمسم. انا كده بدات انشكح ونعمل مذاكره. تعال كلب البحر تعالى.
تعال يلا غني معانا يلا الاغنيه بس غني معانا النشيد يلا قول اخي الانسان اخي حيوان برأس دبان ايه بس يا اسكت لا 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 اخي الحيوان يا عم النشيد بجد اخي الحيوان برأس دبان وياكل بصلا وياكل فطير وهي هاي طير طب بقى ايه ده بقى وسمع لي بقى النشيد بجد النشيد صديقي ذكي صديقي نبيل صديقي كريم محب لطيف أصيل وينشد شعرا بصوت جميل سافا جوه كنت مش عارف اقرا ده هنا جريت عرفت اقرا سبحان الله جالك الوحي اول ما جيت هنا لا احنا مبسوطين منك يا يوسف انت شطار مدينه الارجوان مدينه جزيره الارجوان الارجوان طيب يا سمير هي عليها شجيرات هنكمل في الدراسات الاجتماعيه اصبر عليا ده في هنا زرط اهو خد نفسك على ما نيجي على الدراسات